الفيبر بتاعتك بتحصل في الدفتريا بتكون لو جريد وبتكون
هيرا كده معايا هنا انسيديوس فيفر وانسيديوس سونسيت بتبدا تدريجيا وبيبقى اقصاها 38 درجه يعني من 37 ونص ل 38 تمام كده دي الفيفر بتاعتك. احنا قلنا كده اول حاجه بالنسبه لنا اللي هي دخول الاورجانيزم الجسم. طيب الاورجانيزم ده ليه لوكال اريا بيشتغل عليها في الغالب الصوت او المكان اللي بيكون موجود فيه. بعد كده بيبدا يكون موجود في المكان ده ويرسل الغفر بتوعه توكسس فبتعمل حاجات جنرال. هنتكلم عن الكونستيتيوشنال سيمبتومز الاولانيه، هنتكلم عن لوكالي، هنتكلم عن جنرال، انا بتكلم في الدفتريا. الكلام ده انا بقوله عشان تبقى طالع من الحصه مخلص الموضوع ده، مجرد ما تبقى خلاص الموضوع بالنسبه لك انتهى. لوكالي هيعمل سور سود، فاكرين مين كان بيعمل سور سود برضه؟ ستريبتوكوكال فانجايتس. تمام كده اهو قال لك بيكون عندنا ماركت كونديشن اند ماركت اديم. عندك برضه اللارجمنت في الليمف نود اللي موجوده في الايه؟ في النك. فقال لك عندك سيرفايكال ليمفادينوباثي. طيب اللي بعد كده قال لك هتلاقي عندك ممبرين او سودو ممبرين لونه جريش يلوش يعني اخضر مصفر موجود على في منطقه الفارنكس واللارنكس ديفيكالت تو بي ريموف يعني هو شكله كانه باص مثلا فانت تروح تشيله لا هو اصلا عباره عن تشو يعني هو عباره عن تشو لما قلنا هناك ده كان الممبرين اللي هو عباره عن حاجه باص موجود على الفارنكس واللارنكس ده شكله طبعا الكلام ده احنا حابسينه وعارفينه يعني فده بيبقى ايز ان هو يتشال اللي هو الايه بتاع الستريبت في الدفتريا هو ظاهريا بالنسبه لك ان هو عباره عن شويه بص موجودين كده فانت بتروح تشيله هتلاقي ان ده اصلا جزء من التشو اللي موجود فبيعمل بليدنج. جنرال يا عم الحاج لما التوكسين توصل للدم هتعمل حاجه اسمها توكسيميا. البيشنت بيبقى توكسيك بيبقى فيه رابيد 3 دي بالز اللي هي ايه عاطف؟ رابيد 3 دي بالز ضعيف. توكسينز بتأثر على حاجه من اثنين يا اما على الهارت يا اما على النيرفس سيستم. لو اثرت على الهارت هتعمل عندك مايوكارديال فيلير او تعمل مايوكاردايتس. وهتعمل لك مايوكاردايتس يا عم احمد وهتعمل لك مايوكارديال فيلير. ده بالنسبه للهارت. بالنسبه للنيرفس سيستم قال لك في النيرفس سيستم بتأثر على حاجتين اكتر من حاجتين. بتأثر على الموتور اكتر من السنسور وبتأثر على الكرينيال اكتر من البريفر. فلما تاثر على الحاجتين دول هتاثر على المسلز بتاعت الريسبيريشن مثلا زي لما بنتكلم في السنترال كرينيال اهو او في الموتور اهو. في الموتور يبقى انت في الغالب عندك معظمه عضلات فيحصل فيها بالانس زي الدايفرام زي المسلز اوف اي زي الفارنكس زي عضلات اللور ليمب. قال لك لو هي اثرت على العضلات بتاعت السوفت بلد هتعمل لك حاجتين هتغير في التون بتاعت الفويس بتاعك وهتعمل لك حاجه اسمها ريجرجيتيشن اوف ذا فلويد يعني اللي انت هتشربه من بقك هيطلع من مناخيرك. حلو كده؟ دي كده الايه؟ النقطه بتاعتها. فهو هيأثر على حاجتين يا عم الحاج التوكسينز اللي هتطلع التوكسيميا هي هتأثر على حاجتين الهارت هتأثر على النيرفس سيستم. الهارت هيعمل حاجتين اللي هم المايوكارديتس والايه؟ والمايوكارديال فيلير. النقطه الثانيه اللي هو هيأثر على النيرفس سيستم هيأثر على اثنين اكتر من اثنين هيأثر على الموتور اكتر من طيب هيأثر على الكرينيال اكتر من البريفرال. طب لما يأثر على النيرفس سيستم هيعمل لي باراليسيس في ايه؟ في المسلز بتاعت العين اركز معايا اهو المسلز بتاعت التنفس الدايفرام اللور ليمب الفارنكس او السوفت بلد عايز تجيبهم من فوق خدهم كده العين السوفت بلد فارنكس دايفرام واللور ليمب. لما يأثر على المسلز بتاعت السوفت بلد هيعمل ايه؟ هيعمل نزل ايه؟ نزل تون نزل كويس ونزل هو عشان وهيعمل عندك حاجه اسمها ريجرجيتيشن هو ده فلويدز تمام كده؟ طيب دي اللي هي الحاجات اللي هي خاصه بيه توكسيميا دي من ضمن الكلينيكال بيكتشر. جه قال لك في الكومبليكيشنز هيحصل عندك ايه؟ لما يحصل عندك الكلام ده هيحصل عندك ستينوز سترايبر في الايه؟ في الفارنكس دي ممكن تؤدي يا عم احمد لو تضطر ان انت تعمل حاجه اسمها تراكيست او انتوبيشن انك تفتح في التراكيه عشان ايه؟ تخلي الراجل ده يعرف يتنفس. كنا قلنا قبل كده السلايد اللي احنا قلنا هتاخدها في الاي ان تي مش بتاعتنا احنا دي بقى. لارينجال انفكشن انفكشن موجود عندك في الصوت ممكن تروح فين؟ اللانج تعمل لك حاجه اسمها برونكونيومونيا او لارينجال عاطف انفكشن. بيقول لك ممكن يحصل في ديث
من الايه؟ من الدفتريا. سببها ايه؟ لسه قايلين فوق اهو مايكارديال فيل فيل لسه قايلين تحت اهو برونكو نيومونيا. احسن عندك ريسبيراتوري باراليس الدايفرام احنا قلنا عليه. عندك لارينجال اوبستراكشن بسبب الاستيليشن سترايد والايه والسيلوس اللي حصل. تمام كده؟ نتكلم بسرعه بقى عن حاجه اسمها دايكوزيس اوف دفتريا. اعرف الدفتريا ازاي؟ طبعا الكلام احنا لسه قايلينه فوق ده كله كل اللي بتاني كالبيكشر بتاعتنا فوق اشخص بيها الايه؟ الدفتريا. الحاجه الثانيه اللابوراتوري. طيب انا بتكلم دلوقتي في شابتر اسمه دروبلت انفكشن. فانا هاخد كل اللي انا عاملها ورا عندي دلوقتي الاكزيت والانلت من الايه؟ ماوس والنوز. فانا هاخد سوايب من الايه؟ من الايه؟ من ايه؟ من اي حاجه خاصه بالنيزل ديسشارج او النيزوفارينجال ديسشارج. المفروض انك تروح على المكان اللي موجود فيه الممبرين اللي انت شايفه ده وتاخد منه سواب. وانت في السواب بتاعك بتاخد ايه؟ هتاخد عينه من الممبرين اللي موجود عندك ده. عشان البتاع ده مش موجود في المكان غير المكان ده لانه لوكال. فسواب هتاخده من النوز او من الثروت بشرط ان الراجل ده ما يكونش خد اي الام. طبعا احنا عارفين دي اساسيات اصلا في انك بتاخد اي سواب. ما ياخدش انتي بايوتيك. لان ده هيخليه مختلف. حاجات تانية ان هو ما يكونش واخد جارج ما تضمنش مثلا خد حاجه بالخاصه بالايه؟ غسيل البق او الغرغره. تمام كده؟ اي غسيل البق او غسيل ثروت بالايه؟ باي حاجه من الجارج. تمام كده معايا؟ معايا؟ طيب كده الشرطين بتوعنا عشان دول هيبقوا تحت في سؤال تاني دلوقتي. ركز معايا. اول حاجه ان هو ما يكونش عمل على الاقل اني جارجن قبلها بست ساعات او انتي بايوتيك. ده عشان اخد سؤال. طيب كان في عندنا في المنجايتس قلنا انا بستخدم وابدا في العلاج قبل ما استنى نتيجه الايه؟ اللاب ريزلتس. نفس الكلام عندي في الدفتريا ببدا ستارت انتي بايوتيك والانتي توكسين بيفور الايه؟ الابيرانس بتاعت الريزلت بتاعت اللاب. تمام كده يا عم حسين؟ بيقول لك انت ممكن تعمل سواب تعمل التحليل بتاعك وتلاقي النتيجه بتاعتك ايه؟ نيجاتيف. ده doesn't exclude الدفتريا. ليه يا عم الحاج؟ قال لك في عندك ثلاث اسباب. الحاجه الاولانيه ممكن يكون الراجل ده اصلا انت خدت منه هو فين يا حاج؟ هو لسه عامل جارج. او انت اصلا خدت السواب غلط ما خدتوش من الممبرين. يبقى انت ما خدتش السواب الممبرين. الحاجه الثانيه انه ممكن يكون واخد انتي بايوتيك او ممكن يكون عمل جارج قبلها على الاقل في 6 ساعات. المفروض يعدي 6 ساعات وبعد كده تاخد الايه؟ البتاع. الحاجه الثالثه انا بقول لك ان ممكن اللاب اللي انت بقى تجيبه ما يكونش كويس. ففي عندك ديفكت في اللاب. ده لو حطها في كل ده دي ممكن بقى بس انت غريبه شويه. المهم بقى احنا عندنا بقى حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز. هفرق ما بين مع احمد كده بسرعه. اتفضل يا احمد. هفرق ما بين يا احمد يا سعيد الايه؟ الدفتريا والستريبس. طبعا دي مطورنا هرسناها من في المايكرو وهرسناها في حاجات كتير عارفينها كلنا. الفرق ما بين الدفتريا والستريبس عندك اربع حاجات. قال لك الكونسيبت بتاع الفيلم قلنا ان سيديا صعوبه قلنا ده هيبقى اكيوت في حاله الستريبس. سيديا صعوبه قلنا تدريجي. تكتب الجرانوال هي اسمها هو ده لفظ هو مش هما اللي كتبوا ده لفظ معترف بيه يعني ناس ده تيرم في الميديكال انفستيجيشن يعني. طيب الفيفر بتاعتنا قال لك في الستريبت بتكون قلنا مي ريتش 40 فاكرين لما قلنا احنا مش في الستريبت. طيب هاي جريد فيفر في الدفتريا اقصاك 38 يعني عندك من 37 ونص ل 38. طيب التوكسينز بتاعتك ان المفروض ان يا عم الحاج انت اهو التوكسينز بتاعتك قلنا في الدفتريا لسه لفظ قلنا اهو فريد رابيد بالز او رابيد 3 دي بالز بتسببه التوكسينز. في حاله الستريبتوكوكال بتعمل ايه؟ المفروض ان هي بتغير الجنرال كونديشنز بتاعت الجسم يعني اللي هي فاهم اللي احنا بنقول عليها اللي هي بتاثر فيه بتعمله. بالنسبه للممبرين احنا كان عندنا توكسينز اصلا في الستريبت. في تمام. الممبرين عندنا في حاله
احنا قلنا ده سودو ميمبرين، يعني تيشو موجود عندك وانت فاكر ان هو ميمبرين، فهو ادهيرنت لانه جزء من التيشو اللي انت بتتكلم فيه ده، يبقى ادهيرنت. ديفيكالت تو ريموف، وين ريموف ايه بيعمل ايه؟ ليف ليفنج سيلز اللي تسمى في الستريبتوكوكاي كده يعني. بيقول لك بتغير جنرال كونديشن بتاع الناس بس كده كده يعني كان في تشابه يا اما بين البكتيريا والمايكارديال تيشو يا اما ما بين التوكسينز بتاع الستريبت والمايكارديال يا كروس كروس اصلا قبل كده لما يكون في انليستمنت
حط مين هم ناس الاتريسك او التاكسيك او الموضوع ده. في عندك الليستمنت، في عندك سيرفلانس، في عندك ايمينيزيشن. ما هو اللي يبني فروكاس دول اللي بقوله ده اللي عندك كاميرا في بقى عندك دي، يعني دي حاجه تانيه خالص زياده اصلا على الموضوع. تمام كده؟ طيب المفروض التشري ده كان ايه؟ ريهابليتيشن. ريهابليتيتنج للايه؟ للكومبليكيتد كيس او السيبر كيس. تمام كده؟ نيجي نتكلم في الناس اللي بتفتكر عندنا ايه؟ عندنا واحد اثنين ثلاثه جنرال زي الزيمه بتاعتنا. هنزود فيها بعد كده، هنقول في التجميع مش عايزين نزود عليكم الكلام، هنقول في التجميع مش هنضيف حاجه اسمها الميديكال سانيتيشن. بس فين؟ فين الميلك سانيتيشن هيكون في الدفتيريا؟ عشان احنا مش قلنا ميلك اهو، مش عاملينه كونتامينيتد ميلك. طيب نطلع بعد كده هنتكلم في السبيسيفيك. بص يا اخوانا، السبيسيفيك عندنا فاكسين وعندنا سيل، عندنا فاكسين وعندنا سيل. انا بتكلم فيه دلوقتي عاطف في برايمري بريفنشن. هيبقى عندنا حاجه اسمها كيمو، ولكن كيمو ثيرابي. الدفتيريا من الحاجات اللي فيها في البريفنشن في السبيسيفيك، وفي عندك فاكسينيشن، وفي عندك سيرو، وعندك كيمو فين؟ في تريتمنت. نركز مع بعض. عندنا اول حاجه فين؟ الفاكسينيشن. الفاكسين بتاع ده اسمه ايه؟ بي بي تي، اللي هو ايه يا زعيم؟ دفتيريا و بروسس تي اللي هي كانت ايه؟ بروسس بيرسس. ها؟ دي بي تي. طيب الدفتيريا قال لك، او خلينا نرجع نقول ان احنا بناخد في الفاكسين كام حاجه. انا على فكره براجع فوق وعمال اكتب في التجمعات. النيل قلنا النيل. ها نيتشر لسه عامل دلوقتي كلها قوي. ده سعيد قول يا حسين كده الكلام بتاعنا. حسين احنا المفروض تعمل نفسك لحد ما لقيت ايه؟ غيب ايه؟ تعب الكلام ده اتقال 70 مره. ده انت مفيش حصه ما حضرتهاش ما كانش فيها الكلام ده. ما حضرتش غير حصه واحده. خلاص يا عم ما تحضرش. النيم ونيتشر ودوز. قول يا احمد، قول يا احمد. روت اوف الروت. ايه كمان؟ انديكيشن والانديكيشن. الانديكيشن قلنا في عندنا ست حاجات بنتكلم فيهم على اي فاكسين. هتكلم عن اسمه، هتكلم عن نيتشر بتاعته، هنتكلم عن الدوز بتاعته، هنتكلم عن الروت اوف ادمنستريشن بتاعه، هنتكلم عن الانديكيشن والكونترا اللي انت تديه وانت ما تديهوش. في شكل بقى عندي في الميونيتي بتاعته. وعندنا طبعا الميونيتي بتاعته. بيدي الميونيتي قد ايه وقد ايه. تمام كده؟ ماشي. قد ايه بي تي؟ ده نوع النيتشر بتاعته. عاطف قال لك ده توكسويد. يعني ايه توكسويد يا اخوانا؟ احنا قلنا العمده اللي قاعده ده دي دفتيريا ايه؟ دي العمده اللي قاعد في السروت كده بيعمل ايه؟ بيبعت التوكسينز بتاعته. انا لما احب ادي فاكسين، هدي فاكسين يضرب البكتيريا ولا يضرب التوكسينز بتاعتها؟ البكتيريا ممكن اقتلها بالكيمو سيرب. اللي يهمني ان انا المناعه دي موجوده فين؟ موجوده في الدم. واحنا لسه قايلين ان الهيجنت ده نوت انفيزي، فمش هيدخل الدم. فمن هنا مش هيدخل الدم، يبقى عندي التوكسينز بتاعته اللي هتدخل الدم. فاللي يهمني ان الانتي بودي بتاعتي تكون موجوده فين يا عاطف؟ في الدم. اللي هتواجه ايه اللي موجود في الدم؟ التوكسينز. فانا بدي الفاكسين يا عم احمد بيقول لك التوكسويد ده يعني ايه؟ انت بتديله بيكون موجود في نفس السيم انتيجينيك ستراكشر، ولكن يعني هي نفس السيم انتي جينيسيتي، ولكن هي بتديك او بتكون موجود فيها بتحتوي التوكسينز. الفاكسين ده بيكون محتوي على التوكسجينيسيتي بتاعت مين؟ الايجنت ده، عشان تطلع الانتي بودي للتوكسينز ما تكونش للبكتيريا نفسها. تمام كده؟ ده اللي احنا ده يبقى كده النيتشر بتاعتنا. البتاع ده كيرنت هيتوكسينز، عشان كده هنقول ان هو بيتاخد 2 4 6. عارف ليه؟ عشان هو كيرنت، عشان هو ضعيف. تاخد مره واثنين وثلاثه عشان يبدا ان هو يحفز. فاكر اللايف اتريبيتد؟ كنا بنديله مره نص ملي مش عارف ايه كده. طيب احنا هنتكلم دلوقتي، ركز في الكلام اللي بربطه لك عشان افصل لك الكلام ببعض. انت لو نسيت حاجه يبقى التوكسويد دي تفهمك دي، فبالتالي لما تفهم ان دي ان ده كده يبقى ايه؟ هتاخده ثلاث مرات، ثلاث مرات عشان يبدا المناعه تتكون عندك. البوستر دوز بتاعتك جرعه النشاط تاخدها عند 18 ل 24. من 18 ل 24. شو ده؟ اه طبعا. يبقى عندك اول ثلاث شهور في العمر
سن شهرين سن 4 شهور سن 6 شهور والبوستر دوز بتاخدها من سن 18 ل 24 في الوقت الفتره دي. تمام كده؟ ده اللي هو ايه عماطف خلينا نقول ان احنا هيبقى عندنا حاجه اسمها دي تي بس. فاكرين ليه بروسس في الحرب فاكرين البرزس؟ ركز يا احمد معايا يعني كل ما اخوانا بقول ممكن يكون يبقى اصلا انا يا سعيد بص الدوس ايه بس دوس فيرست دوس ايه البوس انت مش عارف يعني بص الدوس البوس دي الفيرست دوس يا بيه ده انت بتديها الفيرست انت بتديله اول مره الفاكسين عند شهر 2 وشهر 4 وشهر 6 عشان يبقى يتكون ضده عنه يعني 10 ماشي خلاص يا ابني البوستر دوز دي جرعه منشطه يعني هو بيبقى جسمه متكون ضده في اجسام مضاده خلاص بتدي له جرعه عشان تفضل الانتي بودي موجوده عنده في جسمه. المفروض انت لو فاكسينيتد بحاجه معينه وليكن انت واخد مثلا الدم دي بي تي وانت صغير وانت هتسافر بلد او تدخل مستشفى ان عين فيها بتقعد افتري المفروض انك تاخد الجرعه المنشطه دي اللي هتشتغل على طول انما دي بياخد فتره عشان يشتغل زي ما يقول مكتوب عندك. تمام كده؟ فهمت الفكره؟ معايا عاطف دي بي تي ممكن ادي الدي تي ممكن ادي الدي لوحده توكسويد برضه حلو؟ طيب النقطه اللي بعد كده الجرعه بتاعتي احنا قلنا اهو ثلاث جرعات ثلاثه دوز كل جرعه نص ملي. الرد بتاعنا يا حسين ركز يا حسين انترا ماسكولار ها بقى نص ملي انترا ماسكولار ثلاث جرعات 2 4 6 الجرعه البوستر دوز عندي كام؟ 18 ل 24 خلاص كده خلصنا الايه؟ الموضوع ده ممكن تدي تي دي بي تي ممكن تدي تي دي تي للناس اللي هي ما خدتوش ليه دي تي؟ ركز معايا يا احمد اهو عشان خاطر اضحك في الموضوع ركز معايا اهو الدي بي تي هنا البي لا ليه؟ البي لا ليه؟ البي لا ليه؟ انا بسالك عشان خدناها اكتر من اربع سنين قلنا الموضوع يعني هم كده عملوا دراساتهم وعرفوا ان البيرزس فاكسين لما بديه لاطفال اكتر من او الناس اكتر من اربع سنين ممكن يروح ياثر على السي ان اس ممكن يعمل انكفالوباسي خدنا قلنا كونفاليكس وبيليبسي وغيره من الحاجات اللي ممكن تقول هي عم عاطف من السي ان اس الحاجات اللي ممكن تكون اكتر من اربع سنين ده احنا خدناه الحصه اللي فاتت لما شرحنا البيرزس صح كده؟ طيب ها ركز معايا يلا فبالتالي انا ممكن لو واحد ما طعمش فوق الاربع سنين ممكن اديله الدي تي المهم انتوا اصلا مش عايزين تفهموا المعلومه دي فاهم النقطه اللي بعد كده احنا عارفين ان ده هناخده من الجدول هناخده للفاكسينات كده ان شاء الله ده بيتاخد اجباريا في مصر للاطفال زي البي سي جي تمام كده؟ طيب نتكلم احنا كده اتكلمنا عن الفاكسينيشن انا اتكلم عن السيرو بروفلاكس يعني ايه سيرو بروفلاكسس حضرتك دكتور يعني 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 يا محمد سعيد انت رايح مكان انت رايح مكان مشهور بالدفتريا في مستشفى فيها عيانين بالدفتريا ركز معايا ركز معايا او لسه طالع من المستشفى وانت عارف الموضوع ده لو انت في حدود من اسبوعين لثلاث اسابيع ممكن وانت ما طعمتش قبل كده خايف تصاب بالموضوع ده تاخد السيرو بروفلاكس بتديك تمبري بروتكشن الجرعه بتاعتنا نركز فيها اهو 1500 انترناشونال يونت 1500 يونت بديها ازاي؟ زي اللي قبلها انترا ماسك بتديني مناعه من اسبوعين لثلاث اسابيع على المواطن عارفين السيرو بروفلاكس دي ايه يا جماعه؟ بجيب انتي بودي جاهزه بحطها في الجسم ده احنا خدناها بقى مش هنقعد ايه الشرح بتاع ده انا هنتفق معايا ها خلاص يا ابو سعيد طيب كده احنا خدنا يا جماعه الايه السبيسيفيك احنا بنتكلم بنتكلم فين؟ في البرايمري لا بصوا على السبوره بصوا على السبوره مش كل واحد يقعد يرش في دماغه البرايمري بريفنشن عندنا جنرال وعندنا سبيسيفيك السبيسيفيك دي قلنا فيها ثلاث حاجات يا اما فاكسين ده اول حاجه ندور عليها يا اما سيرو بروفلاكس يا اما كيمو بروفلاكس قلنا امتى ادي كيمو سيرو؟ لما يكون ما فيش
عندي ثلاث حاجات يكون انا الانتريشن بتاعتي لسه حصل. اول حاجه ان انا ما ينفعش ادي فاكسين عاطي لو الفاكسين انت كونتر انديكيتد. الحاجه الثانيه لو انا لسه تمبرري ها لسه الانفكشن بي او لسه متوقع في بريدكتد ايه انفكشن تمام كده. ان انا رايح متوقع ان حصل انفكشن وانا لسه في طابق مكان في انفكشن والفاكسين ممنوع ان انا باخد سيرو الكيلو. احنا قلنا في عندنا في الزفت ده اللي هو ايه الدفتريا هي حاجتين عندنا فاكسين وعندنا سيرو. الفاكسين اللي هو الدي بي دي الجرعات بتاعته 3 جرعات كل جرعه نص مللي باخدها انترا باسط ها 2 4 6 البوستر دوز 18 ل 24 باخده بيديني ايه بيديني مناعه بيديني مناعه لو انا هاخده اكتر من 4 سنين هاخد دي دي بس تمام كده. اتكلمنا عن السيرو وقلنا السيرو ده هاخد الجرعه بتاعته اللي هي 1500 يونت انتراماسكولار يديني مناعه من 2 ل 3 اسابيع اللي هي تيمبوري بروتكشن. حد عنده اعتراض؟ انا عمال اقول كيمو سيمو سيرو بروفلاكس عمال اقول فاكسين عشان هقول دلوقتي سيرو ثيرابي. نركز في الكلام نتكلم في التريك مش التريك انت نتكلم في السكندري ايه؟ السكندري بروتكشن اللي هي سعيد اللي هو ليه هافز تاني اسمها ايه يا عم عاطف؟ ليه؟ السكندري دي اللي هي اسمها كنترول صح كده؟ دي اسمها بريفنشن وقلناها قبل كده ودي الكنترول. يعني عارف يعني ايه كنترول؟ يعني بقى في حاله موجوده وانا لازم اتعامل معاها. وانا فاكرين لما قلنا الكنترول الكيسز دي كانت ثلاث حاجات Early detection الشابتر الاول خالص proper treatment prevent the spread. فانا prevent the spread اهو prevent the spread يبقى انا اخد بالي من الكونتاكت عندي حالات. اول حاجه Early diagnosis عشان كده بقول لك find اللي هو لاقيها دور عليها proper treatment عالجها اهي. ده الكلام اللي هو احنا خدناه والكلام كله مرتبط ببعض. عندنا بريفنشن وعندنا كنترول. كنترول الكيس اللي انا هعملها ايه يبقى عندي كيس وعندي كونتاكت. الكلام ده ما يتنسيش يبقى عندي كيس وعندي كونتاكت. الكيس طبعا احنا لما نيجي نكتب الكيس هنكتب الكلام ده كله از سكي ركز يا سعيد اهي. الكلام ده كله اهو اللي هو الفايند كيس ايزوليشن تريتمنت انفكشن واعمل ريليز. ليه بعد كده؟ احنا قلنا الكلام ده هيتكرر ولكن لو انا عندي يا عم سعيد مرض زي السمول بوكس هاجي في النوتيفيكيشن بتاعه اقول لك يا عم حسين هتبلغ دبليو اتش او. هاجي في مرض اقول لك التريتمنت بتاعه زي ما هنتكلم في ده دلوقتي حاجه مميزه كده بدي فيه مثلا بنسلم يبقى انت عارف ايه هي. هقول لك ريليز بعد 5 ايام بعد 7 ايام بعد 3 ايام مش عايزين نزود الدنيا على نفسنا. هي الحاجات المميزه اللي تبقى مكتوبه عندك معايا يا حسين. طيب نفس الكلام في الكونتاكت السيرفرنس بتاع لك سيرفرنس حط الراجل ده تحت عينيك كده 7 ايام 14 يوم 20 يوم يبقى انت ده على اساس الايه الحاجه اللي عندك. نقول الكونتاكت كونتاكت الكيس معلش يبقى هنتكلم دلوقتي في السكندري بريفنشن اول كنترول كيس اعمل ايه في الكيس يا حسين؟ فايندينج ذا كيس. بص نفس الكلام بتاعك اهو قال لك زي السكيم بس عندك في الفايندينج هتاخد سؤال احنا لسه قايلين فوق بالشرطين ان هو ما ياخدش انتي بايوتيك وان هو ما يعملش جارجي تمام كده؟ نعم؟ قبل 6 ساعات. الحاجه الثانيه ها اللي اعمل تريتمنت اجيب تريتمنت استفاضة عندي دي مش مشكلتي انا يبقى انا اكيد مش هنسى النوتيفيكيشن مش هنسى الايزوليشن. هو اتكلم عن التريتمنت التريتمنت ايه يا سعيد؟ قال لك التريتمنت اهو في عندك حاجه اسمها كيمو ثيرابي في عندك حاجه اسمها سيرو ثيرابي. ركز معايا انا قلت ايه لسه ما سمعتهاش ليه سيرو بروفلاكسس. هاخد الجرعات دي اللي هي 1500 يونت دي يا سعيد لو انا متوقع ان ممكن اوصلها لو انا عايز احمي نفسي لو انا عايز احمي الراجل اللي قدامي ده هاخد سيرو ثيرابي لما يكون نفس الكلام ده ناخد نفس الحاجه بس الجرعه تختلف ده لما يكون اوريدي عندي حاله انا شخصتها ان هي تعبانه. فهمتني يا حد؟
هتلاقيه انتي بادي كان جاهز اتفضل. ده يا حسين خلاص هو الحاله دي بقت تعبانه خلاص. ده الفرق بين الكيمو والسيرو والفلاكس والسيرو سيرو. ركز يا حسين ها عطوا مش هينفعك لو اتطردت. كررها تاني كده. هي ايه كررها تاني؟ انت هتهددني ولا ايه؟ بس حسين ده طيب ركز معايا عشان مش هتطردني. اللي بيتكلم طيب السيرو يعني طيب شكرا على السلامة الفظيعة بتاعتك يلا يا عم هات هنا ايه انا قلت لك ان انت تركز معايا 1500 انا هنا من كام 20000 هنا 80000 انترناشونال يورو هديها ايه انتر مصر زي دي كده بديها ليه اصلا انا بدي الموضوع ده ليه يا جماعه عشان بقى فيه ديفتيريا موجوده عندي الله عارف التوكسينز بتاعتها في الدم التوكسينز دي موجوده في الدم الحقها بايه ان انا بص ركز معايا اهو ركز معايا عشان الموضوع ده مهم اهو بقى عندي توكسين بقى عندي الايجنت الدفتيريا دي اللي هي بتضر من الاخر حنفيه مكسوره عماله تنزل ميه وعندي الصرف قافل فالحمام بتاعك هيتملي ميه انت بقى هتحل ازاي هتحل ازاي انت دلوقتي هتضرب هتقفل تصلح الحنفيه وتسلك الميه ولا هتسلك الميه بس وتسيب الحنفيه شغاله مش هتلحق عليها هتبطل تدي سيو بقى سيو سيرو فالحل ايه دلوقتي يا عم احمد انك هتضرب دي وتضرب دي هتضرب دي ركز يا عمي معايا على السبوره سيبك من ورقه دلوقتي انا برسم دي ليه سيرو دي التوكسين دي هضربها بالسيرو والدفتريا دي هضربها بالكيمو والله العظيم بتزهقوني يا ابني ركز يبقى الدفتريا اللي بتطلع التوكسين اللي عندي دي لازم اموتها بقول دكتور نفسي طيب الدفتريا يا ابني ارحمني يا ابني ارحمني في الرمله ما يعوش الحصه الله يحرقك شلتك هتراجع الدفتريا 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 بتطلع توكسين تروح الدم التوكسين دي خلاص موجوده في الدم اضربها ازاي حاضر بالسيرو ثيرابي الدفتريا اضربها بالكيمو ثيرابي الكيمو ثيرابي اللي هو ايه عندك ايه اهو بنسلين البنسلين والاريثرومايسين بدي البنسلين او الاريثرومايسين ليه يا عم الحاج؟ بدي الكيمو سيرابي ليه؟ بص يا سعيد اول حاجه انا موت دي فديسترويد بس النار الحاجه الثانيه عاطف يا ابني في ايه؟ ما زي لو عمال في حد عارف عمال العيد وزيد فيها مش عارف معفين الكيمو تفتح عشان انا بكتيريا السيرو عشان ما تدوسش بتقعد في ايه؟ تعالى يا ابني بعد ايه بقى بعد 2 لا نيجاتيف سواب اعملهم ورا بعض بحيث ركز معايا اهو بص يا ابني هنا الله يهديك بص 2 نيجاتيف سواب ورا بعض بحيث ان الاولاني اول واحد اعمله بعد 24 ساعه من ان انا اوقف الانتي بايوتيك يبقى بعد ما انا اوقف الانتي بايوتيك اودي اللي انا بعمله ده هستنى 24 ساعه واعمل الفريست طيب بعد ما اعمل الفريست ركز معايا يا ابني هستنى 24 ساعه تاني واعمل الثاني فهمت كده؟ دول اللي هو مكتوب عندك ايه بالظبط يعني بعد 14 يوم من اللي انت بتاخد انتي بايوتيك المفروض ان انت تعمل التستات دي لا يعني انت عندك بعد 14 يوم هتطلعه بعد ما يكون تو نيجاتيف سواب مش نيجاتيف سواب ما تطلعوش طبعا تمام انا بعد ما اديله 24 ساعه ريليز بقى معاه يومين كمان اللي هو عامل له ده الكلام اللي هو مكتوب عندك اللي هو كلمه 24 ساعه افتر ستوبنج الانتيميكروبيال وال 24 ساعه بيفرق ما بين الاثنين نيجاتيف سواب او الاثنين سواب تمام كده الكلام ده فاهم نروح للكونتاكت نروح للكونتاكت اول حاجه ها السيرفنس بتاعك لمده 7 ايام دي يا عم الحاج هتاخد الانفكشن بيريود كام؟ 2-6 هتاخد الراجل ده تحطه تحت ليك كده كام؟ 7 ايام تشوف هيحصل حاجه ولا لا؟ هيصاب بالاعراض ولا لا؟
من كده النقطه اللي بعد كده اميونايزيشن. تعملوا اميونايزيشن ازاي؟ قال لك لو راجل ده كونتاكت يعني ايه سعيد اهو احنا قلنا دي حاله خلاص كيس شفناها في الحاجات بتاعتها احمد جوهري ماشي معايا انا خايف سعيد ايه دي عادي احمد اعمل ايه؟ هسال احمد دخلت التطعيم قبل كده ولا لا؟ ركز معايا في احتمالين يا خد التطعيم يا ما خدش تطعيم لو ما خدش تطعيم هعمل ايه؟ طبعا هديله انا خايف عليه هديله مش هديله الفاكسين على طول هديله انتي توكس استنى اسبوعين وهم يديله الفاكسين بتاعه لو هو مطعم ركز معايا بس لو هو مطعم ركز معايا يا ابني بوستر دوز اهو انت مش شرهاني انا عايز تقولها من دماغك ما لسه قايل سعيد اهو انت خدت حاجه وراح متوقع انك كنت تصاب هديك الايه البوستر دوز فهو لو اميونايزد يا جماعه لو اخد التطعيم ده اعطف البوستر دوز هديله البوستر دوز لو هو ما خدش التطعيم على سعيد الفاكسين هو ممكن يكون دي بي تي او الدي تي او الدي لا هندي الدي تي بقى لانه خلاص عدى ممكن كان تمام كده ماشي على حسب الحاجه اللي قدامك يبقى كده احنا قلنا ايه الاميو ناي زي شان يبقى اتكلمنا في الاميونايزيشن اتكلمنا في السيرفنس بقى عندك سواج بص هتعمل ايه ده في الناس دي انت بتاعتك هناك تلاقي الناس دي هتعمل ايه عاطف سواج ولكن عندك مجموعه من الشروط لو السواب ده طلع نيجاتيف عندك يا عم عوف في عندك احتمالين يا عم بص يا عم احمد لو انت هتهدي نفسك لو انت على قد نفسك فانت مع نفسك لو انت هتهدي غيرك يعني لو في واحد بيشرح مع الاطفال تمام كده فهو لازم يعني لازم ده يتاخد يا عم انا حديت ده انا عامل نفس الجاتو يا جماعه بتوع البنات خراب يا معلم ما ينفعش اصلا هو يعني لا 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 انت لكم كده يا جماعه لو في طفل منكم بقى سعيد انت مالي بقول لو في طفل من الاطفال بتاعتنا زي سعيد كده طلع نيجاتيف هنعمل ايه نقول له روح اسال يا ابني اسمع لو طفل لو طفل لو طفل لو تشايل لو تشايل لو سكول تشايل زي سعيد كده طلع نيجاتيف ما خلاص حسين بقى طلع نيجاتيف من ايه؟ من السوايب ده يرجع ده يجي الحصه عادي ويجي يستنى بره البتاع طب لو غلط لو حد غلط مثلا بيتعامل مع اطفال زيه يعمل ايه؟ ده يغيب بقى من الايه؟ من الحصه لمده كام عام من حاجه حسين؟ حاجتين ان هو يعمل اتنين مش بالسن ده نيجاتيف سواب لا بالسن اتنين اتنين نيجاتيف سواب خلاص احسن بقى كده يبقى ده يقعد في البيت او يروح الشغل ويرجع امتى؟ بعد تو نيجاتيف سواب طب لو الموضوع طلع عندي بوزيتيف يعني خلي بالك لما اتكلم في الكونتاكت اهو بص يا اخوانا الكونتاكت لما اتكلم في الكونتاكت مش عايز تفتكر كتير بص عندك حاجتين ايه؟ يا بوزيتيف يا نيجاتيف لو هو نيجاتيف على حسب سنه او حسب طبيعه شغله لو هو سكول تشايلد اقول له اتفضل يا حبيبي اروح المدرسه بتاعتك لو هو نيجاتيف لو هو كبير ادلت اوكيوبيشنال الشغل بتاعه مرتبط بالاطفال مدرس مثلا ده يبقى فين؟ اقول له بعد تو نيجاتيف سوايف يعني مش مره واحده طب لو هو بوزيتيف اعمل ايه؟ لو هو بص يا عاطف المفروض انا اكيد هعالجه صح كده؟ هعالجه زي ما احنا قلنا العالج اهو ركز معايا يا حبيبي انت اهو زي ما قلنا اهو تريتمنت اهو هعالجه واعمل ايه يا حسين؟ واعمل له ريليز بس ريليز ده بعد امتى؟ فاكرين انا قلت ريليز امتى؟ بعد اسبوعين واثنين نيجاتيف سواب لان هيبقى ثلاثه نيجاتيف سواب ولكن اعمل ايه يا سعيد؟ حاجه اسمها سيجريجيشن حد بقى يقول لي الثلاث الفاظ اللي اخدناهم قبل كده حد فاكر الثلاث اللي اخدناهم في الجنرال حاجه اسمها سيرفلانس حاجه اسمها سيجريجيشن حاجه اسمها ايزوليشن صح خدنا الكلام ده في الجنرال يعني ايه سيجريجيشن بقى يعني ايه ايزوليشن طبعا احنا عارفين سيرفلانس ده انا حطيته تحت ملاحظه ان هو بيمارس حياته الطبيعيه عادي لغايه ان انا واخد بالي منه تمام كده اندر سوبرفيجن انما نقطه الايه
السيجريشن هو ما يروحش الشغل بتاعه بيقعد في البيت يعني هو يعني ما يحتاجش يعني ممكن ايزوليشن ان انا ايزوليتد في مستشفى ايزوليتد في سبيشال روم ايزوليتد في حاجات يعني في على حسب طبعا في كل مره تمام كده يبقى انا هعمله هنا ده اللفظ اللي احنا قلناه اول مره اوكسجين خلي بالكم ان احنا في الفيلم اهو بالنسبه للكونتاكت اللي طلع بوزيتيف في السواب هعمله ايه سيجريجيشن عشان هسال فيها بعد كده لحد 3 نيجاتيف في السواب ياسين وبطل تستظرف تمام كده طيب عندنا الكونتاكت اهي الكونتاكت معرض للاصابه عامل ايه بروفلاكت يعني ايه اديله الايه اهو كيمو سيرا كيمو بروفلاكس وايه سيرو بروفلاكس طيب بيقول لك اذا حصل عندك اخر حاجه عندنا ابيديميك ميجرز خلي بالك بس احنا عندنا برايمري ركز معايا يا حسين يعني بص على الصوره هناك ايه برايمري سبب انا اقعد ومتكلم ولا نعمل ايه وانا اعمل ايه برايمري وسكند تيوتشري صح كده عشان اكون عندنا برايمري وسكند تيوتشري انت شايف الكلام في حاجه بتزيد عندنا كده عشان نبقى عارفين بس انا بقول جزء من التجميع اللي انا هسطر عليه اللي هي حاجه اسمها ابيديميك ايه ابيديميك ميجرز يعني ايه عم عاطف يعني انت خايف ان المرض ده حصل عندك وباء منه او ان فعلا حصل وباء تعمل ايه بقى؟ ايه البريفنتيف ميجرز اللي انت تاخدها؟ اول حاجه انك تحدد السورس بتاع المرض فتريس السورس او الشانل اوف انفكشن. الحاجه الثانيه انك تحدد اهو فايند الكيسز اهو والكونتاكتس وانك فايند ديتكتد كاريرز بتروح بالسواق مين اللي ليه علاقه ممكن دي كمان بيلك فود هاندلر الحاجات دي كلها بالنسبه لي مهمه جدا في الموضوع ده معايا ولا لا كده فاكسينيشن بقى الناس اللي واخده فاكسين اديها البوستر دوز والناس اللي مش فاكسينيتد ده فاكسينها حلو كده حلو الفاكسينه دي تمام بعد كده اشوف اعمل اختباراتي واحدد السيرو تايب بتاع الايه الايجنت بتاعي انا ما اروحش ادي مثلا تمام حاجه وفي نيوم السنين ظهرت عندي تمام كده بس كده كده خلصت يا دكتور حسين كده لحظه معايا